شايفين الست اللي فرشة في الشارع وبتبيع أقلام؟ أيوة قرب عليها شوية كده. بتبيع إيه؟ أقلام؟ ودي شغلتك الأساسية؟ شغلتي من 6 سنين كده، من 2018 حصل ظروف كده مع جوزي وقعد من الشغل. فكرت بقى، جبت بقى، كانت الدراسة داخلة وكده، جبت بقى أقلام، وبعدين بقى جبت خردوات والحمد لله. ما زهقتيش من الشغلة دي؟ ما تعبتيش؟ فأنا لو لقيت مثلا في حاجة غيرها هشتغل، بس هو الحمد لله أحسن ما نقول لحد يدينا. ما بتفكريش تقعدي في البيت تقولي أنا من حقي أقعد في البيت كست وجوزي هو اللي يصرف عليا أصلا؟ بفكر والله، بس العيشة دلوقتي مش عايزة كده. يعني لازم إحنا نسعى ويعني نتعب عشان ولادنا بعد كده إن شاء الله الاقي ابني ولا كده الاقي يعني حاجه كويسه باذن الله. بتدخل لك كام بقى في اليوم؟ لا والله انا ما اقدرش اقول بتدخل لي كام. انا الحمد لله في يوم ممكن اترضى منها حلو، وفي يوم ممكن ما اشتغلش منها حاجه. اليوم يخلص وما فيش حاجه تخش؟ لا ربنا بيراضي والله، لو بالقليل لو 20 جنيه لا ربنا بيراضي، ويمكن خلي بالك يعني ممكن حاجه بسيطه يبقى فيها رزق وبركه. 20 جنيه مروحه تبقى مبسوطه بيهم؟ ببقى الحمد لله والله رضا الحمد لله. ما بتقوليش ايه ده وهيعملوا ايه؟ لا اصل انا بص انا خارجه بسعى. انا عملت اللي عليا، الباقي ده رزق بقى ده بتاع ربنا. اكتر يوم بعتي فيه كان بكام؟ كنت مروحه مبسوطه اثناء دخول الدراسه وكده يبقى مثلا ايه 100 جنيه ولا حاجه، بس بيبقى بضاعه مش يعني مش صافي. لا مش صافي. لا اكتر يوم صافي ليكي كنت بعتي بكام؟ والله محسب صافي. ربنا يرزقك ان شاء الله ويكرمك. طيب انا هشتري منك دور 500 جنيه. ربنا يعزك انت، ربنا يكرمك، تحت امرك والله. ربنا يكرمك، خليهم معاكي ومش هاخد الحاجه. ليه؟ يعني هسيبهم لك استرزقي منهم وربنا يضاعف رزقك ويكرمك، اهم حاجه تبقى مبسوطه ومرتاحه ليا منها. الحمد لله، ما هو لازم الواحد يبقى راضي عشان ربنا يكرمه يسهل كده، زي ما مثلا ربنا حط في طريق يعني حضرتك. عليها جار، جار الشقة. مكسوف منك والله يا بنت والله. ربنا يخليك. عليها جار متأخر. معايا 200 وقت 300 والله. لا ربنا كرمني والله، لسه ربنا كرمني الحمد لله. لا ربنا يخليك والله يا ماما. ربنا يخليك معايا والله. ما هي اسمها انت اولى والله. لا يابا يا بنتي انت اولى والله. لا ربنا يخليك. انا جيتهم لك كده ربنا يخلف عليا بيهم. انت اولى والله، انت اولى. لا جوه رزقك رزق ناس، حسبه نسبه وبالمقاس، امتحان من غير لجان، وانت جزء من الحكايه. انا مش هعرف اجيبهم لك تاني والله. بيعوض يا بابا، ربنا بيعوض. انت مش هتكون ربنا هيكرمك. قال انت مسامحاني يعني؟ مسامحاك والله من كل قلب. يعني انا ما ربنا خرج لي بيهم من غير ما الحمد لله والله. انا وادم انت عليك بغم متامر صدق صاحب مش هيسكت عليك، ربنا بعتها لبعض عشان غيرت وانا الحمد لله ربنا خير. ربنا يخليك يا بنتي يا رب. والله ربنا يرزقك يا رب، والله ربنا احن على البني ادم من اي حد وضع. ايه بعتي؟
لسه؟ كان في واحد حاج بيشتري منك باين صح؟ شفت كان في راجل كبير كده وانا معدي شفته واقف معاك. لا ده هو يعني كان زعلان شويه كده. انت تعرفيه؟ لا ما اعرفوش والله لسه اول مره اشوفه والله. اه كان عايز مساعده؟ كان عايز يعني عليه ايجار من التجاره وكده. لا والله. اه والله. بعدين ايه اللي حصل؟ مفيش يعني خد نصيبه الحمد لله. اديت له فلوس؟ الحمد لله. اه خد رزقه بقى. اديتي له؟ خد رزقه. مش انت اولى بالفلوس دي؟ لا هو الحاجه هو برضه عليه ايجار يعني وممكن يبقى صاحب البيت ما يستحملوش. طب ما انت برضه عندك ايجارات وعندك بيت. الحمد لله ربنا ساترها مع الواحد شويه يعني ما الواحد برضه لما بيشوف حد لازم لو انا بايدي امكانيات حاجه اعملها له. اديت له كام؟ متاخر في الايجار 300 جنيه. اديت له 300؟ من ال 500؟ من ال 500. يعني اديت له اكتر ما سبت لنفسك. اه الحمد لله بقى. طب مش بيتك كان اولى ما فكرتيش باولادك تجيب لهم حاجه حلوه وانت راجعه؟ ما الحمد لله هجيب لهم بقى والله ما ربنا برضه رضاني والله ما ربنا رضاني برضه. عليك ديون؟ اه الحمد لله برضه ربنا بيرزق وبنسد والله الحمد لله. ايه اكتر حاجه طيب عامله لك هم؟ ان انا اسعد ولادي يعني ان انا ولادي دول ما يطلبوش اي حاجه مني الا ان انا انفذها لهم على طول. ما تراجعش ان انا اقول لا اتعب اقعد لا انا عايزاهم يطلعوا احسن الناس لان انا برضو اعتبر مسؤوله مع باباهم في المصاريف كاننا زي يعني كان انا زي الراجل بالظبط في الاختزال معاه. الديون اللي عليك كام؟ يعني ما يعدوش كده مثلا 15 مقعد. 15,000؟ اه. انا اخوك ايمن مصطفى من مؤسسه حياه كريمه. ربنا يعينك. فاسمحي لي في الاول دي هدية بسيطة من مؤسسة حياة كريمة. دي مدينة أبطال حياة كريمة. الله يخليك. ربنا يكرمك فاسمحي لي تلبسيها. فرح الناس البسيطة يتعدل شكل الخريطة. دلوقتي بقيتي بطل من أبطال حياة كريمة. الله يعزك يا رب. كل سنة وأنت طيبة. رمضان كريم. والله الله أكرم عليك. اسمحي لي دي برضو دي هدية بسيطة من مؤسسة حياة كريمة. ربنا يخليك يا أستاذ أيمن والله كتير علينا والله. دول 50,000 جنيه. ربنا يخليك يا استاذ ايمن والله ده كتير قوي والله العظيم ده الواحد يعني مش عارف والله ربنا يعزك يا رب. دور رزقك ورزق عيالك. ربنا يخليك يا استاذ ايمن ربنا يعزك يا رب. فرحة ابن حياة كريمة للبيت دي الروح نقيمة هي رحلة بالناس بتحلى. مبسوطة؟ مبسوطة يا أستاذ أيمن إن أنا شفت حضرتك النهاردة بجد والله. الحمد لله إن ربنا يكافئ الواحد بس تزعلنا بسبب المصاريف ودخلة رمضان علينا والحمد لله والله العظيم ربنا كريم يعني. يعني إحنا نتمنى إن إحنا كمؤسسة حياة كريمة نبقى قدرنا إن إحنا يعني نشيل الهم من عليكي ونريحك في الشهر الكريم اللي احنا فيه ده والصيام اللي احنا فيه ده. الحمد لله يا استاذ ايمن ربنا يكرمك بارك فيك يا رب. اول حاجه هتعمليها ايه بقى؟ يعني اول حاجه لوجه الله، ثاني حاجه ان انا اشوف ولادي اللي هم عايزينه فعلا السنه دي اللي يختاروه انا اجيبه.